زي ما انت شايف كده، دي كانت ارباح قناة على اليوتيوب بتعتمد بنسبة 90% على الذكاء الاصطناعي. طبعا مش معنى 90%، هقول لك في نهاية الفيديو. اهلا بيكم، دلوقتي انا هعلمك ازاي تقدر تنشئ قناة اجنبية بالذكاء الاصطناعي علشان تقدر تحقق منها ارباح. طبعا لاخر تحديثات ادوات الذكاء الاصطناعي اللي تقدر تستخدمها بشكل مجاني، يعني الفيديو ده كل الادوات اللي نستخدمها مجانية، وممكن انت تقدر تنشئ حسابات علشان تقدر تحقق ارباح من القناة بتاعتك، او تنشئ قناة على اليوتيوب وتكون اجنبية. طبعا المحتوى الاجنبي غير المحتوى العربي في الارباح، المحتوى الاجنبي اكيد اكبر لانهم بيصرفوا جامد في الاعلانات. فدلوقتي هعلمك ازاي تقدر تنشئ قناة اجنبية بالذكاء الاصطناعي، ويلا بينا كده عشان ما اطولش عليك في المقدمة. تعالوا كده الاول اعلمك ازاي تقدر تنشئ قناه على اليوتيوب. طبعا القناه دي هتبقى اجنبيه وبالذكاء الاصطناعي، كل حاجه هنستخدمها في الذكاء الاصطناعي. اول حاجه انا رحت لمنصه شات جي بي تي وقلت له اكتب لي اسماء قنوات كرتونيه اجنبيه. طبعا كتب لي اسم وعجبني، فانا بروح عندي على انشاء قناه يوتيوب، وبعد كده بروح عندي بضيف الاسم. لو انت عاوز تعمل سكيب للخطوه دي وفاهم الخطوات تقدر تشوف الشرح اللي بعده. فدلوقتي عمل قناه زي ما انت شايف كده، وتروح عندك على حاجة اسمها التخصيص، او بتروح عندك على القناة نفسها واقول له هنا تخصيص القناة، وبتروح عندك على اهم حاجة وركز معايا في النقطة دي علشان الفيديو بتاعك او الفيديوهات توصل في محركات البحث. روح عندك على الاعدادات وبعد كده القناة، هتلاقي في حاجة اسمها الكلمات الرئيسية، هسيب لك رابط منصة تروح تجيب منها الكلمات. طبعا انا اخترت هنا كرتون ستوري اللي هي القصص الكرتونية، ورحت ضفتها على المنصة اللي قدامك دي، وتروح عندك تعمل كوبي للكلمات المفتاحية تقوم انت ضايفها هنا وتقول لها حفظ، وكده انت انشأت اول حاجة في قناة اليوتيوب. بعد كده بروح عندي على صورة، وحبيت ان انا انشئ صورة بالذكاء الاصطناعي، فروحت لمنصة شات جي بي تي وقلت له والله انا محتاج اعمل صورة او لوجو عندي القناة كرتونية. فبصراحة عمل لي اللوجو محترم جدا 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 وعجبني، فقمت انا منزل اللوجو ده، وبعد كده قمت انا رايح رافعه عندي على القناة. وبعد كده انت انشأت قناة اجنبية عن طريق الذكاء الاصطناعي. وبعد كده بتروح عندك على منصة اسمها جارك، المنصة دي بيعمل لك سكريبتات تكون طويلة جدا. فانا قلت له ان انا محتاج اعمل سكريبت، ورحت عندي على اي فيديو كرتون، مثلا رحت عندي على فيديو اللي قدامك ده كده، بتروح عندك بتضغط عليه، وبعد كده بتنزل تحت كده شوية بتروح عندك على الوصف وتقول له اظهار النص، ومن هنا هيبدأ يكتب لك كل الكلام اللي حصل في الفيديو، الأصوات، الإفكتات، كمان تقدر تنزل كل الحركات بتاعة الفيديو، هتنسخ كل الكلام ده وتقوم انت رايح رافعه على منصة جورك. طبعا قلت له هنا قسم لي المشاهدات بتاع الفيديو ده. طبعا عمل لي هنا المشاهدات، قسمها لي لمشهد أولاني، تاني، تالت، رابع، خامس، سادس، وعمل لي 6 مشاهد. وطبعا قمت انا مديله امر كمان ان هو يعمل لي برومت للصور علشان اقدر استخدمها كصور مصغره بعدين، وبالفعل ما قصرش معايا في اي حاجه وعمل لي افضل برومتات زي ما انت شايف قدامك كده. عمل لي اكتر من 6 برومت علشان اقدر ارفعه على منصه تقدر تحول لي الكلام لصوره اقدر استخدمها كذكاء اصطناعي او صوره جذابه. طبعا سيبك من كل الكلام ده، انا رحت خدت المشاهدات اللي هي المشاهدة الاولانية او المشهد الاول والتاني والتالت، ورحت على منصة ايفل لابس علشان تقدر تحول النص بتاعك لصوت، وتروح تقوم ضايف مثلا المشاهد بتاعتك في المنصة بعد ما تيجي تختار الصوت اللي يعجبك، وتروح عندك تاخد الكلام ده او المشاهد دي كلها بتحولها لصوت، يعني الكتابة هتحولها لصوت عشان تبدأ تعمل فيديو صوتي. هنا بقى مثلا يقول لي هنا عندي 3000 كلمة، فاخترت ان انا اعمل مثلا 3 مشاهد ب3 مشاهد، فعملت اول 3 مشاهد ونزلت الصوت بتاعهم، وبعدين رحت عندي اخترت الثلاثة التانيين رحت رفعتهم على ايفن لابس وحولهم لي لصوت. طبعا الثلاث مشاهد اللي بعدهم يبقى كده ست مشاهد معايا، وعملت جنريت، وبعد كده عملت داونلود للصوت. طبعا انا رحت عندي هنا نسخت الكلام ده ورحت عندي على منصة اسمها ImageFX، وبعد كده رحت قمت انا ضايف المشاهد دي كلها فحولتها لي لصوره بالذكاء الاصطناعي علشان اخدها اعمل منها فيديوهات. طبعا انا عملت هنا السكريبتات دي كلها، فضلت اضيف كل سكريبت كده لحد ما وصلت للمشهد السادس، وتنزل الصور بتاعتها بالتدريج كده لحد ما جيت اوصل هنا للنهايه، وعمل لي افضل صور بالذكاء الاصطناعي ما قصرش معايا في اي حاجه، وهتلاقي رابط كل المنصات دي في وصف الفيديو. طبعا بعد ما نزل كل الكلام ده بروح عندي بقى على منصة جيميناي، طبعا VO3 ما قصرش معايا في اي حاجة، انا ضفت كل المشاهد ممكن برضو تستخدمها، وحول لي المشاهد دي لفيديوهات واقعية لو انت حابب الواقع شوية، فبصراحة ما قصرش معايا في اي حاجة.
هنا بقى تيجي اللحظة اللي قبل الأخيرة، وهي لحظة المونتاج، علشان تقدر ترفع الصور اللي انت عملتها تقوم ترفعها على أي منصة مونتاج، سواء أدوبي بريمير، كاب كات، أي منصة تانية. وبعد كده بتروح عندك تقسم كده الصور وتقسم الصوت. لما تيجي تلاحظ هتلاقي الصوت من اللي انا جبته من ايفن لابس نزل تحت اللي هو الشريط اللون الاخضر ده، يبقى انا وفقت الصوت بتاع ايفن لابس مع الصور اللي انا انشأتها بالذكاء الاصطناعي. طبعا ظهر لي طبعا حاجة زي كده، حاجة احترافية. طيب دلوقتي البرومت اللي انا عملته بالصور عايز استخرج منه صور مصغرة، رحت لمنصة جيميناي وبعد كده قلت له كرييت ايمج، وحطيت البرومت بتاع الصور، وبصراحة ما قصرش معايا في إنشاء أفضل صور بالذكاء الاصطناعي، صور مصغرة على اليوتيوب. وطبعا قلت له برضه كرييت ايمج، طبعا عمل لي 3 صور، حاجة كده في قمة الروعة، تقدر تاخدها تحطها كصورة مصغرة علشان تقدر تكمل الفيديوهات اللي انت بتعملها. طبعا المنصة دي ما قصرتش معايا في أي حاجة، جيميناي برضه أخدت كل البرومتات دي وعملتها لي صورة بالذكاء الاصطناعي. وفي النهاية أنت بتروح تاخد الفيديو بالصورة المصغرة وترفعها عندك على قناة اليوتيوب وتنتظر يعني المشاهدات اللي أنت هتقدر تجيبها. طبعا أنا هقولك نصيحتين بس حاول إنك تعمل بيهم، إنك تنشر باستمرار على قناة اليوتيوب. طبعا اللي بينشر كل يوم فيديو مش زي اللي كل مثلا أسبوع بينشر فيديوهين أو فيديو واحد، مش زي اللي كل شهر أو شهرين بينزل فيديو أو فيديوهين. طبعا كل ما انت بتنزل فيديوهات وتهتم بالقناه بتاعتك كل يوم مثلا فيديو او في الاسبوع فيديوهين تقدر تنزلهم، هتلاقي الخوارزميات تبدا تحب القناه بتاعتك وتلاقي قناتك تظهر في الفيديوهات المقترحه للقنوات الدول الاجنبيه او الدول العربيه. ده نصيحه، واخر نصيحه اقولها لك انك تستخدم ادوات الاس اي او، طبعا هسيب لك رابط في الفيديو او الوصف، انك تقدر تستخدم ادوات السي او كامله علشان تقدر تحقق اكتر عدد من المشاهدات في القناة بتاعتك. وهي كده، شكرا لكم، ومنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ومع السلامة.